أسباب تأجيل الشروع في بناء بعض المؤسسات التعليمية رغم أهميتها للنواب المحترمين محمد آفير، محمد عبو، مولاي البشير بدلة، فاطمة الليلي، شفيق رشدي، الهادي أوراق، الحسين وعلال، محمد الحناوي عن فريق التجمع الوطني الأحرار. فليتفضل أحد النواب المحترمين لطرح السؤال. بسم الله الرحمن الرحيم. سيد الرئيس المحترم، السادة الوزراء المحترمون، أخواتي إخواني النواب المحترمين، يتم في العديد من الأحيان أخذ القرار ببناء مؤسسات تعليمية ثانوية إعدادية تقدم خدمات التعليمية لفلادات أكبادنا في إطار تقديم تعليم عمومي للجميع، إلى أننا نفاجئ إما بإلغاء المشروع وبتأجيله إلى أجل غير مسمى، الأمر الذي يساهم بشكل كبير في الانقطاع عن الدراسة من جهة، ويفقد الدراسة التقنية المعدة في هذا الإطار من أهمية وجدواها من جهات أخرى. وكمثل على ذلك تأجيل الشروع في بناء ثانوية إعدادية لتشكى بجامعة تلوات بإقليم ورزازات، كانت ستعفي تلاميذ المنطقة من مشاكل الطريق أكثر من 50 كيلومتر بين المؤسسات الحالية والمداشير التلاميذ، وذلك بالرغم من توفير تمويل الذي تكلف به البنك الياباني للتنمية. كما أن هذا التأجيل عصف بالمجهودات المبذولة من مصالح الإنعاش الوطني بعمالة إقليم ورزازات في إحداث دار للطالبات قرب المكان الذي تشيد عليه الثانوية، تكون مأوى للفتيات القروية وتشجيعهن على التمدرس وتفادي الهدر المدرسي. وعليه نسأل السيد الوزير، ما هي أسباب تأجيل بناء هذه المؤسسة التعليمية البالغة الأهمية في حياة الآباء والتلاميذ على حد سواء، رغم أنه قد تم فتح الأظرفة الخاصة بهذه الإعدادية في يوم 6 دجنبر 2005؟ شكرا سيد الرئيس. شكرا سيد نائب المحترم، الكلمة للسيد الوزير المحترم للجواب فليتفضل مشكورا. شكرا سيد الرئيس. باغي نطمئن السيد النائب بأن الإعدادية بتشكى مبرمجة بالنسبة لسنة 2006، وسنعمل على إنهاء البناء قبل نهاية السنة الحالية. كما أشار السيد النائب، السبب الذي كان وراء التأجيل هو أن فعلا تمت عملية فتح الأظرفة الخاصة بالعرض الأول في غضون شهر دجنبير من السنة الماضية، لكن مع الأسف الشديد النتيجة لم تكن مجدية. وأؤكد للسيد النائب بأن المحاولة الثانية ستتم في الأسابيع القليلة المقبلة، وسأتابع مع السيد النائب المحترم عملية البناء لتتم في أحسن الظروف قبل نهاية السنة. شكرا لكم. شكرا سيد الرئيس. شكرا سيد الوزير المحترم، كلمة للسيد النائب المحترم فليتفضل مشكورا. شكرا السيد الوزير على الجواب، وتنتمناو السيد الوزير هذا الوعد اللي عطيتينا يتنفذ في أقرب وقت ممكن. السيد الوزير. تفضل سيد النائب. السيد الوزير، تنشكرك على الجواب ديالك، وتنتمناو هذا الوعد اللي عطيتينا يتنفذ في هذه الأسابيع المقبلة اللي باش وعدتينا. الله يجزيك بخير وشكرا. شكرا سيد النائب محترم.